زيدوا غير كتفوا في هذه عملية التحضير. فيما يخص عملية التحضير تاع هذه السنة عندنا تنصيب متنقل طبيعة الحال وتشوفوها على عين المكان، عندنا تنصيب أجهزة أمنية جوارية دائمة على حراسة التأمين المواقع الحساسة. كنشوفوا هنا على مستوى الولاية تاع عين تيموسا عندنا ثلاث مناطق اللي رانا نديروا فيها ديسبوزيتيف خاصة في نهاية أسبوع الويكاند وفي الأيام الحارة اللي كتجينا بهما الساعة أيام الحارة نديروا الديسبوزيتيف تاعنا تاع عين المكان باش كيكون هنا حارق يتدخل في أسرع وقت ممكن. عندنا كذلك مشكل اللي عندنا حضرة السيد الوالي عندنا في النفايات مواقع النفايات رانا العام اللي فات قلنا مع رؤساء المجلس الشعبي البلدي وحطيناهم كاع وقدرنا عليهم باش نقصوا عدد الحرائق. هذا العام كذلك غادي حنا نعرفوا بلي هذا مواقع النفايات يجيو عشوائيا التقدير تاع العام اللي فات يقدروا هذا العام يكونوا وحدين اخرين جداد نحسوهم باش نديوهم اماكن واحده اخرى تكون نفسيه. عندنا تدعيم كذلك مواقع الانسجام بلا فتات نديروا بالتنسيق مع رؤساء المجلس الشعبي نديروا لافتات على مستوى الغابات باش نعطيهم بعض النصائح فيها ونقولوا ممنوع زعما يستعمل النار وكذا. عندنا كذلك نقاط المياه حنا بطبيعة الحال كيكون حارق كبير وكل شيء اللي كان تاعنا باش ما يديبلاسيوش حتى اللينيك تاعنا ويعمروا الماء خاصنا نحسبوا النقاط اللي تكون اقرب لهذيك المواقع اللي فيها الاحتمال يوقع فيها حرق باش يزودوا بالماء في اسرع وقت ممكن. كذلك عندنا رانا كل سنه ننظموا نديروا برنامج تاع عمليه التوعيه والتحسيس يدور على جميع الوحدات تاع الحمايه المدنيه بمرافقه مسرح الغابات وعندنا فيها هذه فيها اثنين قوافل جواريه يدوروا على جميع الغابات الحساسه وعندنا 15 خرجه ميدانيه ودروس في يوم الجمعه بالتنسيق مع مديريه الشؤون الدينيه نديروا دروس في يوم الجمعه وعندنا حزب الابتدائيه هذا العام ان شاء الله الى ربي كتب غادي نكتفوا في هذه الابتدائيه خاصه مع الصباح غادي نديروا حصه